بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. النهاردة الاختبار الأول على الدرس الأول. الدرس الأول اللي هو الرقم والعدد والصيغة العددية. اختر الإجابة الصحيحة. 235,346 يسمى رقم، عدد، صيغة عددية، ب وج معا. الإجابة الصحيحة ب وج معا. السؤال الثاني، 76 تسمى رقم، عدد، صيغة عددية، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة صيغة عددية. القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 340,652 هي ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين. الإجابة الصحيحة عشرات الألوف. السؤال اللي بعده، 9 تسمى رقم، عدد، صيغة عددية، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة كل ما سبق. السؤال اللي بعده، قيمة الرقم 7 في العدد 347,652 هي 70، 700، 7,000، 70,000. الإجابة الصحيحة 7,000. السؤال اللي بعده، كل ما يلي أرقام ما عدا 0، 8، 1، 13. الإجابة الصحيحة 13. السؤال اللي بعده، العدد 765,290 مكون من 4 أرقام، 5 أرقام، 6 أرقام، 7 أرقام. الإجابة الصحيحة 6 أرقام. السؤال اللي بعده، أكبر عدد مكون من الأرقام 1 و3 و0 و6. الاختيارات 1036، 6031، 6301، 6310. الإجابة الصحيحة 6310. السؤال اللي بعده، 34,521 و34,512 المطلوب المقارنة بين العددين باستخدام علامة أكبر من، أصغر من، يساوي، أكبر من أو يساوي. الإجابة الصحيحة أكبر من. السؤال اللي بعده، أصغر عدد مكون من الأرقام 2، 5، 0، 3. الاختيارات 2035، 235، 5032، 2305. الإجابة الصحيحة 2035. السؤال اللي بعده، 12,689 و12,589 المطلوب المقارنة بينهم بعلامة أكبر من، أصغر من، يساوي، أكبر من أو يساوي. الإجابة الصحيحة أكبر من. السؤال اللي بعده، أكبر عدد مكون من 5 أرقام مختلفة. الاختيارات 99,999،
10,234 98,765 90,000. الإجابة الصحيحة 98,765. السؤال اللي بعده، أصغر عدد مكون من 6 أرقام هو 100,000 102,345 999,999 987,654. الإجابة الصحيحة 100,000. السؤال اللي بعده، القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 875,421. الاختيارات مئات، ألوف، ملايين، عشرات الألوف. الإجابة الصحيحة ألوف. السؤال اللي بعده، المليون أصغر عدد مكون من 5 أرقام، 6 أرقام، 7 أرقام، 8 أرقام. الإجابة الصحيحة 7 أرقام. السؤال اللي بعده، قيمة الرقم 6 في العدد 61,975 بتساوي 6 600 6,000 60,000. الإجابة الصحيحة 60,000. السؤال اللي بعده، المليار أصغر عدد مكون من 7 أرقام، 8 أرقام، 9 أرقام، 10 أرقام. الإجابة الصحيحة 10 أرقام. السؤال اللي بعده، القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 863,975. الاختيارات عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين، ألوف. الإجابة الصحيحة مئات الألوف. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار الثاني على درس الأعداد الكبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.